ايش قولي؟ الله يعطيك الف عافيه. والله انت واحد خدوم. هاي البطاريه؟ هاي البطاريه جبت لك اياها وانفرتر وشاحن ولدات، هاي بتشغل لك التلفزيون ولي نارة. والله عراسي يا ابو سالي، شو بدي اقول لك؟ فيك تدفع حقهم وتخصمهم من اجار البيت؟ صدقني ما معي غير 3000 ليره. بس يعني عفوا، نحن دافعين اجار شهرين لقدام. دافعين اجار شهرين؟ مين اخذهم منكم؟ الاخت ام يزن اخذت من الاخت ام سالي اجار سلف شهرين، قال عندكم عزيمه. يا لطيف، انا من وين بدي لاقيها؟ منك ولا من الحكومه؟ يعني انا شو اعمل هلا؟ ابو سالي خذهم، ما بدي اياهم ولا بدي اشوف تلفزيون. جيب لي صغيره بس على اللدات. لك ما بتخافي الله انت؟ لك اخذي اجار شهرين سلف من ام سالي مشان عزيمه رفقاتك ونحن عايشين بالعتم؟ انا ما كنت بعرف انه اختك تجيب معها المصيبه. اخي هلا ابو سالي شو دخلوا بالبطاريات واللدات؟ مو اساس موظف الزراعه؟ لك اختي انت وين عايشه؟ كل السوريين هلا بيفهموا بهيك شيء. نص السوريين حديثهم هلا انفرتر وبطاريه ولدات، يعني يوم خميس اجوا لك احلوها خربطوا لنا اياها. ابو يزن. ايه ابو سالي. في واحد من الكهرباء جاي يفك لك الساعه. ولي شو يا اخ؟ شو عم تساوي؟ معي امر بفك الساعه وانا هلا عم منفذ الامر. ايه على عيني، بس هيك بكل بساطة بتفتح الباب وبتفوت ما بتسأل عن أصحاب البيت وبعدين بتفكها؟ والله يا أستاذ أنا ما قلي زنب، بس كنت جاي كان الباب مفتوح وجاركم قال لي. أنا اللي دليته على الساعة جار. أه يا ابن الحرام، والله شامم ريحتك بولد أنت الحلال. حبيبنا الله يرضى عليك، أجل لي على بكرة، أنا بكرة صبح بدفع الفاتورة. بعدين في غلط، معقولة 50000 ليرة؟ مستحيل، انشقت شقت 2000 ورا، انت بتعرف هالشيء؟ والله يا استاذ انا ما بعرف، على كل إن انت بكره نزور راجع شركه الكهرباء، بس انا معي امر بالفك ولازم فك. اي فك عمي فك. يفكوا رقبتك ان شاء الله. حبيبنا انا لما سمعت بخبر الفاتوره اقسم بالله قلبي تعب، بعدين عندي بنتي جوا بكالوريا، اذا انقطعت الكهرباء والله لادرسه. ولا تنسى انا اسمي جهاد ابو همه، حزبي والي مواقفي، كل الناس بتعرف هالشيء. معقول العالم بكره يدروا انه فكيتوا الساعة بس لانه ما دفعت فواتير وما عم بدعم الاقتصاد الوطني؟ والله صحيح يا استاذ، بس انا مو طالع بايدي شيء، على كل انت اذا حاسس في مشكلة نزول واشتكي. طيب ماشي ماشي، انت لا تفكها واعمل حالك فكيتها، وانا بكره من الصبح بجيب لك الفاتورة. اوعى اوعى، هي فيها مسؤولية كبيرة. ها يلحقوك بجهنم الحمراء ان شاء الله. يلا روق ابو يزن، بكره بتدفعها. لك شو بكرة أدفع؟ 50000؟ هي أنا منين لي 50000 ألا؟ حبيبنا الله يرضى عليك، ليك الصبح الساعة 8:30 بكون دافعة وخالص. يا أستاذ والله أنا كان فيني ساعدك وأنا كنت حابب ساعدك بصراحة، بس جارك هاد هيك هو والمدير العام تبع شركتنا شركة الكهرباء، والله بيطيرني بليلة ما فيها ضوء. طيب اسمع لك، شو رأيك دفره ومسكر الباب وبتعمل حالك عم تفكها ومظبطها؟ إذا هيك ماشي لعيونك أستاذ. أبو سالي روح قل له بدنا نبدل البطارية، هذا ابن حرام بيعرف كل أصحاب البطاريات بالبلد. سفروا يعني. يلا رفيق أبو نضال معيتك بدنا نبدل لهي البطارية. شو يعني؟ يعني أنا كل تجار البطاريات أصحابي، الحقني فيها لقلك. يلا